اتفضل عرف نفسك. محمد رشوان، المشارك القانوني لحركه دوران شبرا. واحنا نزلنا الميدان النهارده في جمعه تصحيح المسار عشان نوصل رساله للمجلس العسكري وللحكومه ان لن يسرق احد هذا الحلم. سنكمل المسيره وسنظل سلميين وسنظل نعطي الدروس للتاريخ. الان مبارك يحاكم، لقد اخترنا القضاء ونثق في القضاء، ولكن هذا الحلم الذي نعيشه لن يسرقه احد. سنستمر، سنتطور، لا داعي للحجج، لا داعي للحجج، مفيش حاجه هتوقف الاقتصاد، احنا هندعم الاقتصاد ونقدر في يوم وليله نغير البلد دي. بس انا بوصل رساله لاخيره للشرطه، ارجوكم ارجوكم من اخ، احنا كلنا اخوات واللي فات مات، ارجوكم لا تقفوا امام الثوره. حركه دوران شبرا تعني شبرا، فخر شبرا مصر؟ لا طبعا، شبرا دائما وابدا رمز للوطنيه ورمز للعلاقه ما بين الهلال والصليب، ورايناها في ظل الاحداث الفتن السابقه وواقفها الصامده، ولذلك هي رمز لنا احنا كلنا ابناء شبرا. شبرا من اشهر المدن على مستوى العالم، دائما وابدا متحده، ده الرمز بتاع. بس عندهم عصبيه لبعضهم شويه؟ لا بالعكس بالعكس، هات لي الشبراويه مع ولايه بقى. احنا دائما احنا دائما دائما مرترابطين في ظل احداث الفتن اللي كانت بتطول جميع ارجاء مصر. شبرا لم يحدث فيها حادثه واحده للفتن، ولذلك احنا بنقول الشعب يريد استكمال ثورته. شكرا. اتفضل عرف نفسك. جمال عبد الستار عيسى، مدير عام سابق للتربيه والتعليم، حركه دوران شبرا. احنا النهارده نازلين عشان نثبت ان احنا ولاد التحرير. انا عمري 63 سنه. أنا شباب ما شاء الله شباب. لا شباب، انا النهارده نزلت التحرير، وقبل كده نزلت التحرير عشان انا اعمل لاولادي ولاحفادي. احنا بننادي النهارده بعده مطالب. اولا من خلال حركه دوران شبرا، احنا عايزين نمنع المحاكمات العسكريه للمدنيين. مش معقوله واحد مدني يتحاكم في ظرف 24 ساعه. بنناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحه وعلى راسهم المشير طنطاوي منع المحاكم العسكريه المدنيين. تاني حاجه بنطالب باستقلال السلطه القضائيه عن باقي السلطات. القضاء يجب ان يحترم وهو سلطه خاصه منفصله عن السلطات الثانيه خالص. الحاجه الثالثه ان احنا بنطالب النهارده في جمعه 9/9، جمعه تغيير المسار، القصاص لدم الشهداء، القصاص لدم الشهداء. وبالنسبه لحضرتك السؤال بتاع الفتنه الطائفيه، لم يحدث مره في التاريخ ان هو الذي تطرق اليه. انا ما تطرقش اللي هو الذي تطرق. الفتنه الطائفيه لم تنل من شبرا اطلاقا. مسيحي مسلم، احنا مع بعض بناكل في طبق واحد. منضم لينا لحركه الشباب كم كبير من المسيحيين وعلى راسهم قصص وكهنه. وشكرا. شكرا شكرا شكرا.